السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خويا يوسف عيطي لينا، عندك مشكل مع الزوجة ديالك والابنة. يس. سمعنا على أن بنتك ومراتك غادروا المنزل بدون العلم ديالك. بدون العلم ديالي. وربما وقعوا شي مسائل أخرى حنا ما عندناش العلم عليها، ربما أنت غتعاودها لينا. واخا. احكي لينا القصة ديال كيفاش، افتح لينا صدرك وقول لينا شنو كاين. تفضل. سيدي عيدنا لنا في المحل ديالنا بحالنا بحال الناس، شوينا الفواد الغد ديال العيد، هزيت المرأة ديتها لدارهم، ديتها لدارهم على أساس باش تشوف بوها كبير في السن وتشوف مها وتجيب حالاتها. المرأة كتعدى الخدمة نهار الأربعاء، أول شهر غتخدم فيه خدمة الشهير ديال اليوم، تخلصت فيها كشي قسم الله، شرات منو العيد لولادا. فشرات العيد لولادا مشينا للعروبية، شافت والدها وشافت شافت مها وشافت داكشي، تناقش انا وخوتها. فين هاد العروبية؟ فين كاين؟ نواحل ديال الحمر، نواحل ديال اليوسفية. يوسف. عملت اسفي. بركنا مع هاد الناس، مرتي يومين ولا ثلاث ايام تناقش مع خوتها. فاش تناقش مع خوتها بغيت نجيب مرتي، شدوا لي المرا، شدوا لي المرا، مابقاش بغاو يعطوها ليا. ديك الساعة كانت المرا بوحدها بلا، كانت المرا بوحدها، الدراري باقي ما كاينينش. فشدوا لي المرا، خرج واحد المسافة طويلة بزاف باش خرجت الموطور ديالي، فرق عليه الرويلة باش خرجته. حطيت الموطور ديالي في الشانطي، بقيت نتسنى في الكار، تنادم معايا الحال. لاش انا جاي انا ومرتي فرحانين وجايين باش نشوفوا والديها وباش باش ننشطوا وغنرجعوا بحالنا فرحانين، نقلعوا لي المرا ومصيفطيني بلا مرا، وعندي خمسة الدراري معاه. رجعت عندهم، خليت الموطور في الشانطي، ما فكرت بان هذا الموطور غيتشفر، ما فكرت في حاجه. رجعت عندهم، شديت مرتي من يديها، ما عرفت، ما تخاصمت مع هاد الناس مو والو، شديت مرتي من يديها، حشومه فلانه، عندنا حنا خمسه الدراري وفي الاخر غيشدوك هنايا، شكون اللي غيجي يطلب عليك ولا شكون هذاك؟ ما يمكنش ليا غنخليك هنايا. ما جر من قنت. واخا بلاتي يوسف، باش ما نبعدوش بزاف، باش نخليو الامور تقواضح الناس كاملين ومتبعين. قلتي لي مشيتو باش تعيدوا مع والديها؟ ما عيدناش، لا عيدنا هنا. واخا بلاتي نكملوا، ملي مشيتو تما شنو هو السبب اللي دفع هاد السيده هادي باش ترجع معاك اولا خوتها يشدوها؟ والديها هادو هما طبعهم، ما هذا هو طبعها، ما تتبغيش تخلي الراجل هاني مع مرتو. طرات المراه الاولى، بنتها الاولى، راه ماتت الله يرحمها، راه خمسة ليتام راه مضيعين في العروبيه، اللقمه ديال الخبز ياكلوها تياكلوها بالعصا. التلفازه ما تيتفرجوش فيها، دري في عمره 9 سنين ولا 8 سنين ما يتفرجش في التلفازه. داروها للمراه الثانيه راه في وجده، خلصت هي 50,000 باش رجع باش رجعوها راجلها. داروها لي انا دابا، هاد المراه ولات عندها بيع وشرا بحال هكا، هاد النسيبه عندي ولات عندها بيع وشرا بحال هكا. فما تجي شي واحد عندها جايب مرتو وجاي عندها فرحان، خاصها تقلع عليه المراه وتصيفطو، تشد ليه المراه عام او 6 شهور او 8 شهور تتولي هي تبغي تخلص. شحال نتخلص شحال غيخلص فيها هاد السيد؟ غيخلص فيها واحد 50 ولا 60 حتى 100,000 راه غيخلص. دابا طلبوا لك انت شي فلوس باش ردوك المراه؟ لا دابا باقي ما طلبوش شي فلوس، ولكن هو طبعهم. وحنا كنتناقشوا مع العائله ديالك ومعك انت نيت قبيله، سمعنا على ان خوها قال لك تجيب 100,000 وتبوس الرجلين ديال باها. هاد خوها بلاتي نكمل لك اسدي من نكمل لك لذاك. جبت المراه جبتها بز منهم باش جبتها لهنايا، علاش؟ ما بغيتش، ما سخيتش بمرتك باش غنخليها عندهم تمايا، ما سخيتش بمرتك بان المراه 20 عام وانا ضارب على تماره، 20 عام وانا نكسي، 20 عام وانا ناكل، 20 عام وانا نشرب، ما سخيتش بها باش غنخليها لهم تما ونجي. رجعت شديت المرتي من يدها قلت لها فلانه، قالت لي نعم، قلت لها يلا بحالك. ما جر من قنت، با جر من قنت، مرت خوها جر من قنت، خوها تلح لي من الفوق من البيت من الفوق، خو اخر جاي يجري من البيت الاخر، دوروني ضربوك؟ ضربوني جرحوك؟ ضربوني، تكرفسوا عليا، تكرفسوا عليا تكرفيس ديال المعقول، راه جيت في الكار راه حالتي كلها دم. علاش مشيت ديك الساعه جدارميه تما وديك الار؟ انا فاش جبت مرتي وجيت بحالاتي بغيت السلامه، بغيت وليداتك يجوا معايا، ما بغيش هاد الناس ندقهم بتبشوكه.
ما بغيتش نوصل حتى بشوكه، بغيت انايا اولادي، ما باغي حتى حاجه من هاد الناس. انا اللي تنغوت عليهم تنقول لهم عطوني مرتي، ما باغي منكم والو. كاين هما تكرفصوا عليك واخا تكرفصوا عليا واخا تعداو عليا، انا مناويش نوصلهم للمخزن، مناويش نجرح شي واحد، واخا هما جرحوني واخا تكرفصوا عليا واخا ضربوني، انا مناويش نبقى ندي فيهم ونجيب فيهم في الكوميسريات ونجيب فيهم ونجيب فيهم في العمالات. كيتهزوك ماديا كيقول دابا فاش جبت المراه هنايا هزيت بنتي مشيت انا وياها للسبيطار باش غنخيط راسي. فاش خلنا للسبيطار قالت لي بابا، قلت لها نعم، قالت لي داك البسطام غيطيح لك. هذه بنتك؟ اه، حيدت لي البسطام من الجيب. قلت انا يا بنتي راه ما يمكنش تقدرني ولا شي حاجه، بنتي راه بان لها البسطام غيطيح من الجيب راه حيدته راه يبقى عليها. قالت لي بابا، قلت لها نعم، قالت لي بغي نخرج ناكل شي حاجه. قلت لها الباتيسري حداك هاكا فلوس؟ قالت لي بابا عندي الفلوس، انا نخرج الباتيسري ناكل شي حاجه ونجي. خرجتي من السبيطار، خليتيني انا داوي راسي في السبيطار، خرجتي من السبيطار شديتي طاكسي جيتي هزيتي امك وهربتي بها. الام والدريه والخال متفقين على المراه خاصها تهرب. فاش هربت المراه هربت لدارهم ودوزت معاهم نهار ولا مرات يومين ولا على الله شحال دوزت معاهم. وزيتها انت خوا المدار معاكم ضاد انا وياك، هزيتي المراه ديتها لمراكش ومن مراكش هزيتها لقلميم. عندكم شي عائله في مراكش ولا عندهم شي؟ ما عندهم حتى عائله في مراكش، هزها المحطه مع غادي هو غادي نوتي فيلمو في الطرقان. هزيتها لقلميم، فاش هزيتها لقلميم مشيتو رفعتو عليا دعوه. الدعوه انا ما عارفاش ديالاش حد الان، دابا الدعوه ما عارف علاش. واش المراه مدوزه معاك 20 عام ومكرفس معاهم ومخليت مع الناس تخدم بنهار، انا تخدم بنهار وبالليل باش نجيب لها هي ما تاكل، وفي الاخر تولي تنوض هي تدعيك علاش؟ وفاش مشيتي غضبانه بركي في داركم، مشيت فاش غضبانه في بلاد الناس. دعاتني في قلميم. قلميم؟ اه، انا مصايب العقد ديالي في المحمديه، مصايب لاكارت ديالي في المحمديه، مصايب لاكارت ديالها في المحمديه. علاش هاد المراه تهز الدعوه تهز لقلميم تجي تدعيني في المحمديه؟ غوت 8 ايام ولا 10 ايام هما غابرين عليا، تليفونات قاطعينهم عليا، وليت ندور في الدروبه بحال مسطي، مابقاش عارف راسي فين نمشي. نهار اللي خدمت التليفون غوت عليها بطليب برغيب باش قالت لي كاين عند خويا في قلميم. خواك يسكن في قلميم؟ خواتي يسكن في قلميم، مطلق المراه وهربان لها بجوج دراري. دوزت لي اخوها، السلام عليكم السي احمد، كي داير بخير؟ لاباس؟ الله يرحم لك الوالدين، ما تشوف شوف دير فينا شي خير ولا دير فينا شي حل لهاد المراه ترجع عند وليداتها، وليداتها راه محتاجين لها. قال لي فلان، قلت لي نعم. قال لي المراه عمرها ما ترجع لك. علاش يا فلان؟ قال لي عندك حل واحد. قلت لي شنو؟ قال لي غتمشي غتجمع الفقيه ديال الجامع وغتجمع العربي ولد عمتك وغتمشيو عند با وغتبوسوا لي رجلو وغتعطي شي حاجه الفلوس ونرجعوا لك مرتك. شحال ديال الفلوس طلب؟ طلب 5000 درهم باش تحزر با. باش تحزر با. قلت لي فلان، قال لي نعم. قلت لي انا ما تنكسبش هذاك المبلغ اللي قلتي لي وما نقدرش نبوس البا كرجلو، ما نقدرش نبوس البا كرجلو. بغيتي ترجع لي مرتك هاي عندك، ما بغيتيش ترجع لي راه ما عندي ود الناس مندير، المهم المراه هي عندك. عمرهم سبق لهم داروا معك بحال ما كطلبوا منك باش تمشي دير هذه القضيه ديال الحزاره وتعطي الفلوس انا ديما التهديد. كيفاش ديما تيهدوا فيا بان المراه بغى يشدوها ليا؟ يعني كيستعملوا معك ابتزاز؟ ابتزاز ابتزاز، ديما مهديني هذاك الخوف فيا، اليوم غيشدوا ليا المراه غدا غيشدوا ليا المراه. خو اكبر منا ولا صغر منا؟ خو اكبر منا. قال لي فلان، قلت لي نعم. قال لي والله ما درتي بحال هكا، قال لي عشك اللي جمعتيه. اش من ربح عنده فهادشي؟ هي عندهم الربح هي يشدوا المراه ويطلقوها من راجلها. اش غيديروا بها؟ ما عرفتش، ما فهمتش هاد الناس اش بغاو، ما فهمتش. هي مراكش وقلت لي قلميهم كيتساراو، هادو شي حاجه عندهم بحال زعما الحاجه اللي زعما اللي كيعيشوا هاد الناس هادو، علاش كيديروا هادشي بالضبط؟ مشاو لقلميم، بركت في قلميم. كتجاوبنيش يا يوسف؟ نعم
جاوبتيش على السؤال. فاش عاودي. قلتي لي مشات لمراكش. مشات لمراكش. هي مراكش. مراكش كاينه المحطة. كاينه المحطة ديال المحطة ديال مراكش، من المحطة ديال مراكش طلعت القلميم. حد دابا. من اليوسفية لمراكش. ومن مراكش طلعت القلميم. بركت في القلميم. ما عرفت واش 15 يوم واش 20 يوم واش شهر يوم. المرأة خرجت خدمت. قال لها خويا تخلصي. دابا تما في القلميم. في القلميم. بدون شواري. وباقا في عنقي. فاش خدمت في قلميم ما تناقشت مع خوها جري عليها مشات عند شي فاميله في الصحراء بركت عندهم تما شي حاجه والبنت هي وبنتها هي وبنتها مشاو للصحراء بركوا عند شي فاميله الدريه ولات تلوح شي سطوريات ما عاجبينيش شي سطوريات راكبه مع الدريات راكبه في طوموبيل غدا مع الدراري مصوره شي مصوره مع الدراري واحد الحاله ما فهميتش الشيف هذيك الحاله انا عمرني ما عشت فيها شكيتي في بنتك على انها ولات كدير شي حوايج اللي مخل الاخلاق الاخلاق ديالنا بعد حنا اللي تربينا فيها الدريه فاتتها فاتتها الشيء اللي عشنا فيه وكبرنا فيه شفتي بتحريض من الام ولا بتحريض من خاله؟ تحريض من خاله واخا فاش شفت هاك السطوريات كملت في قلبي وسكت ما قدرش نقول لهم حتى حاجه صافي وليت انا باغي المراه ترجع لولادها صافي شفت هاك السطوريات وشفت هاك الشيء صافي تكملت تمن واخا يوسف نعم اسيدي بغيتي المراه ترجع لولادها ياسني درتي شي دعوه قضائيه هنا درت رجوع البيت زوجيه قبل ما دير هي ديك الدعوه ديالها قبل ما دير الدعوه ديالها درتي على الدعوه ديالها ولكن انت ما عارفش بالضبط شنو طالبه في الدعوه ما عارفاش شنو طالبه في الدعوه عرفتي برا دايره دعوه قالها لك واقيلا هي اللي قالتها لي هي اللي مهداني قلت لك تهديد ماشي شات تهديد ولينا تناكلوا المعيار مع البنت ولينا تناكلوا المعيار مع البنت بنتي ولا تتعايرني وهاد البنت راه اللي خرجتي للدرب وسولتي عليها من قنت ديال الحي النصر حتى القنت ديال الحسنيه راه غيعاودوا لك على هذيك البنت اش داير معها الله يخلصني فيها الله يخلصني فيها شي مولفه كتعايركم عمر الدريه ما داك تخرجت مع هاد الخرجه عاد ما واخا فاش شفت الدريه فيك سطوريات كمت قلبي المراه عندي ما فاش تدير الزيف ما فاش حيد الزيف على الراس حيدات شديتي اختك حيدتي لها الزيف اما كاين تصاور في التليفون شديتي اختك حيدتي لها الزيف ديتيها البحر صورتيها واحد الكسوه قول بحال البيجاما يا ما نقولش لك انا عريانه مستوره مش مستوراش ولكن المراه ما مالفاش تصور بحال هكا وتلوح راسها في سطوريات حيدا الزيف اذن هاد السيد ما بقاش عينو في بنتي بحدها ولا بقى عينو حتى في مرتي تايا حتى مرتي ولا عينو فيها الاخلاق ديالو هاد نسيبك هذا كي داير الاخلاق ديالو الاخلاق ديالو سيدي ما فهمت فيه حتى حاجه نوبه يكون معك راجل نوبه يكون معك شماته لا خلينا من هذيك المساله يعني الاخلاق ديالو يعني واش انسان فاسد انسان مثلا سكير شنو كيدير ما تيسكر ما تيدير حتى حاجه ها هو عصبي ها هو تيبغي يبين راسو راه هو ما شي حاجه كبير شي حاجه اكثر من بنادم وغادي يرضى باختو انها تحيد الزيف ارضى بها ومصور معاها ها هو مصور معاه عندي التصويره ديالو معايا دابا شنو كطلب اخويا يوسف دابا انا تنطلب من المراه ترجع لولادها ومن قانون يدير لي حقي بين الدريه وهاد خاله القانون راك داير الاجراءات ديالك دار الاجراءات القانونيه الرجوع للبيت الزوجيه الا كتسمع فيك دابا الزوجه ديالك وهذاك نسيبك شنو غتقول لهم نسيبي نقول له يوقرني عليه يعطيني اتساع يبعد مني خليني نعيش وليداتي هاد السيد فاش كان تيجي عندي للدار راه كان تيجي مع سته الناس السبعه هاد السيد خرج لي على ولادي خرج لي على مرتي خرج لي على بنتي لقيتها مصاحبه مع ولاد الدوار بنتي لقيت النوامر ديال ولاد الدوار عندها في التليفون بدون العلم ديالي هاد السيد هذا خرج عليا وخرج لي على وليداتي فرتكم لي وكاك واخا خويا يوسف نعاود نسولك واحد السؤال اخر الوليدات اللي كاينين معاك دابا هنا شحال من واحد؟ اربعه شحال في عمر الكبير فيهم؟ الكبير فيهم في عمره ديك 13 14 عام والصغير؟ الصغير في عمره 4 سنين شكون اللي قابلهم دابا؟ انا تنصب انا تنطيب انا تنوكل انا كلشي كنت عارف تقابلهم زعما؟ بزز فوق عندك بنيه واقيلا في الصدر بنيه عندي في عمرها 5 سنين وبنت اللي في عمرها 19 عام راه هربانه مع امها
هذيك مولات 50 دابا الدريه مولات 50 يعني عندها متطلبات ديالها محتاجه الام باش تخدم محتاجه الما محتاجه الما الدريه كتن الدريه تندخل الكابينه وتنعوم فيها واش انا دريه صغيره تنعوم فيها واش خانك بالله انا كندير تنشوف الدريه يلحمها وكا كنشوف فيه عريان وتنعومها راه عندك ماشي مشكل غير وكان يعني واش انت غتعرف انك تادابتي الدراري هادو في الطبيعه شويه المهم راني محده هي دابا هربت عليهم راني معاون باش معطى الله راني ملي كتمشي للخدمه اولا كتمشي شي بلاصه كيفاش كدير مع الولاد شكون كيقابلهم لك مره قابلهم خوهم كبير مره الدري الصغير تنخليه بوحدو مره كل مره وشنو الدراري راه ما داك انا راه نهار نخدمو وثلاث ايام نخدمو واش نخدم هذاك النهار نصور لهم هذيك الماكله ديال يومين ولا ثلاث ايام صافي تنبرك ثاني تنقابلهم هذيك ثلاث ايام حد الدراري عندهم حوايج تيتوسخوا لهم بزاف الدراري باقي صغار. النداء ديالك للزوجه ديالك ترجع لعندك. النداء لا نوصلوا لهاد المراه هي ترجع لولادها. النداء لا نوصلوا لهاد المراه هادشي راه حشومه اللي درتي. هادشي راه عيب. تفكري 10 20 عام ماشي تفكري تخاسيمه ديال النهار ولا تخاسيمه ديال يومين. تفكري 20 20 عام انا شنو داير عليك؟ 20 عام ما خليت ما درت عليك. 20 عام ما خليش شي حاجه اللي قصرتها من جيتك 20 عام تنوكلك وتنكسيك وانا مجوع راسي ومكرفس راسك 20 عام وانا ما مفرطش فيك 20 عام ما خليت ما درت عليك لاش تغدريني هذا الغدر بحال هكا لاش تابعه هضره امك وهضره خوك وهضره بنتك فوتي عليك هضره امك وهضره خوك وهضره بنتك وتعالي مرحبا بك دار دارك